أزهى معتبى هلا الوقفات إلى جال عناد للطامة العايلة اللي ضيفها تكرمه واسمك يزيد المزاين قوه ويدعمه يا فيصل عجل خد علم الوكادين وكاد تصريح واللي ما عنده معرفة علمه تصريح واللي ما عنده معرفة علمه من يشري البيل يدور فايده ما استفاد الثياب الجداد ولا بعد لا تسلم خلها مبهمة البلد تبارى حلم بحر ولا برد يعصب لها راسه يكرم لها محزمة يعصب لها راسه يكرم لها محزمة فلاش عم النار وول ما يطيح الجراد وازهم رفقك وابن عمك واخوك ازهمة وازهم رفقك وابن الحضارة مثل بعض العباد اللي تساوى وجوده عندنا وعدمه من شبتك وانت تغلي مقرعات الدوات والحال والمال تستسهله وتقدمه والمرجله كايده ما هي بحسب المراد يتعب لها اللي يدوب يسترد سمه يتعب لها اللي يدوب يسترد سمه واليوم عند التعب سميك بس من صدره باعتماد للطام شوط الضيوف وعادتك تلطمه امثالنا تالكبايل شرعت كل مد واسمك يا زيد المزاين قوه ويدعمه واسمك يا زيد المزاين قوه ويدعمه يا فيصل عجل خد علم الوكادين وكاد تصريح واللي ما عنده معرفه علمه تصريح على أهل العمايم والثياب الجداد ولا بعد لا تسلم خلها مبهمة البلد تبارى حلم بحر ولا برد يعصب لها راسه يكرم لها محزمة يعصب لها راسه يكرم لها محزمة فلاش عم النار وول ما يطيح الجراد وازهم رفقك وابن عمك واخوك ازهمة وازهم وازهم اعتباه للوقفة لجال عناد
بعض العباد اللي تساوى وجوده عندنا واعدمه. من جبتك وانت تغلى المدرعة الدود والحالة والمال تستسهله وتقدمه، والمد له كايده ما هي بحسب المرض، يتعب له اللي يذوبه يسترد تنسمه، يتعب له اللي يذوبه يسترد تنسمه. واليوم سميك فس من صدر باعتمد للطامش وطال ضيوف وعادتك تلطمه.